تشوف في الفيديو ده الغرزة العدلة او غرزة الجيرسي، بيبقى شكلها كده، او الغرزة السادة او السنبلة على حسب ما بيتقال. هنبتديها سطر في الظهر، سطر مقلوب، وفي الوش سطر عدل. الغرزة سهلة خالص، يعني في الظهر نشتغل الغرز كلها مقلوبة. الإبرة من تحت لفوق، والخيط حوالين الإبرة، ونشتغل السطر الظهر اللي بيبقى بالغرزة المقلوبة بالطريقة دي. بعد ما بنخلص السطر المقلوب نيجي لوش الشغل، هيبقى شكله كده. هنشتغل السطر اللي في وش الشغل، نشتغل غرزة عدلة، الإبرة من فوق لتحت وندخل في الغرزة، ونلف الخيط من تحت لفوق على الإبرة اليمين، ونشتغل السطر ده كله بالغرزة العدلة. لو اشتغلتي يعني من الظهر سطر مقلوب ومن الوش سطر عدل، هتدينا الغرزة السادة اللي هي غرزة السنبلة أو غرزة الجيرسي اللي متعارف على اسمها كده وبس. دي كانت معانا الغرزة السادة أو الغرزة السنبلة أو الجيرسي، بتكون سطر وسطر. نشتغل مع بعض بقى كده الغرزة المرنة. ايه هي الغرزة المرنة يا جماعة؟ ان احنا نشتغل كل الاسطر عدلة او كل الاسطر مقلوبة. فهنا مثلا انا عملت السطر ده من الوش هو عدل موجودة، اشتغل برضو لو من الظهر هشتغل برضو عدل، هتدينا الغرزة المرنة. اشتغل كل الاسطر بالغرزة العدل او كل الاسطر بالغرزة المقلوبة، هتدينا نفس النتيجة. هنشتغل ووريكم شكل الغرزة المرنة في النهاية بيكون ازاي. هنخلص السطر ده كده بالغرزة العدلة في الظهر، ومن الوش برضو هنشتغله بالغرزة العدلة. شكل الشغل وشكل الغرزة بقى كده، من الظهر لما اشتغلناه بالغرزة العدلة بقى بارز كده، برضو نيجي من وش الشغل نشتغل برضو بالغرزة العدلة. شكل الشغل بقى عامل كده، نيجي برضو من الظهر نشتغل بالغرزة العدلة. النتيجة هتدينا الغرزة المرنة، بيبقى سطر بارز وسطر داخل لجوه. اشتغل برضو اهو، ولو اشتغلت كل الاسطر مقلوبة برضو هيديك نفس الشكل اللي هي الغرزة المرنة. نخلص السطر وفي الوش برضو نشتغل. دي بتكون النتيجة يا جماعة، وده شكل الغرزة المرنة عاملة كده، سطور بارزة وسطور عميقة لجوه. بتكرار الأسطر يا جماعة كل الأسطر عدلة، يكون ده شكل الغرزة المرنة عاملة كده. الظهر كمان زي الوش اهو، الجزء ده ده شكل الغرزة الجيرسي، بيبقى شكلها من الظهر كده، دي الغرزة الجيرسي ودي الغرزة المرنة. وجربوا برضو اشتغلوا الغرزة المرنة كل الأسطر مقلوبة وش وظهر، هيديكوا نفس النتيجة. الغرزة المرنة حلوة للمبتدئين وشكلها ظريف، أو تشكلوا ما بين الجيرسي والغرزة المرنة، تعملوا كنار من تحت كده مثلا للبلوزة أو البلوفر، يكون ده الشكل.